السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم إخواننا، حيا الله بكل من دخل وبكل من شارك ودعم. الله يبارك فيكم جميعا. نتمنى من كل الناس يشاركوا هذا البث، نتمنى من كل الناس يكبسوا على الشاشة. حيا الله بالجميع، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في بث جديد يتجدد معكم في هذه الايام المباركة، هذه الايام المباركة التي اقسم الله تعالى بهن، فقال بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. هذه اعظم ايام السنة اخواني الكرام، العمل الصالح فيهن يصل الى 700 ضعف، والاعمال الكثيرة الخيرة تكون في هذه الأيام حتى يتضاعف أجرك. فالصيام يعدل صيام سنة، وقيام ليلها يعدل قيام ليلة القدر. فحاول قدر الإمكان أن تكون من هؤلاء الذين يحيون هذه الليالي، ويكونوا من الذين يصومون في هذه الأيام، ولو أنه النهار يعني طويل والمشقة كثيرة، لكن الأجر يضاعف. كما ذكرت البارحة بأن يوجد بعض من الناس يصومون في أيام البرد، وهذه هي الغنيمة الباردة، تسمى الغنيمة الباردة. ففي عالم بتصوم في هذه الأيام تستغلها، ويتركون هذه الأيام التي فيها العناء والمشقة. يعني مثل الحاج سبحان الله طلع على الحج، وهذا الحاج حجة جميلة ولكن مرتاح، وفي بينما حج كمان حجة جميلة ولكن يعني سبحان الله بهالشوبات اللي وصلت حرارة للستين تقريبا في مكة. فبيطلع الواحد سبحان الله وشوف يعني الحجي اللي هذا شلون أشعث أغبر، هيك ربي عميد بيحب الحج، أشعث أغبر. حديث القزع صحيح ولا ضعيف؟ سؤالك اول شيء فاعل الخير مو واضح عند مني، ابصر شو كاتب انت، حتى انه في بعض الكلمات ممكن انه يعني ما تظهر. القزع صحيح ولا ضعيف؟ القزع نعم، يعني هو حديث صحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعر رأسه كان وترك بعضه، فنهاه عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله، لا تحلقوا كله لا تتركوا كله، لكن يعني التدريج لا ما فيها مشكلة. شيخي حاول أنت كمان تكبس على الشاشة لأنه ما عم يطلع سؤال الشخص، فيه تقييد للبث. أي والله هذه البثوث تقيد لأنها يعني تدل على الخير وتدل على فعل الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني بيكون إجباري هيك بثوث مقيدة للأسف. يعني سبحان الله، طيب اليوم عندنا اخواني الكرام عندنا درس وهو بعنوان العقيقة، يعني هذا الدرس كمان يدخل في إراقة الدم في الأضحية. كيف الأضحية بتجي مثلا؟ تمام، الأضحية كيف بنذبحها، والعقيقة كمان هي عبارة عن إراقة دم. اليوم حنعطي بحث كامل عن موضوع العقيقة. العقيقة وأحكام المولود، وفيه مبحثان، المبحث الأول وهو العقيقة، بعدين بيجي أحكام المولود. في كثير عنا بيسألونا إنه جاني ولد، بذبح له ذبيحتين ولا بذبح له ذبيحة واحدة، جاني ولد إجي وزع اللحمة ولا روح أعمل فيها وليمة ولا كذا. هلا كله ببين عن المذاهب الأربعة عن حكم العقيقة، ما هي وهل هي سنة أم هي مستحبة أم هي واجب أم شو هي العقيقة؟
قال الحنفية: تباح العقيقة ولا تستحب. تباح، السادة الحنفية قالوا تباح ولا تستحب، لأن تشريع الأضحية نسخ كل دم. عندما صار في أضحية نسخ كل دم، نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة والعتيرة، فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل. حبيت تساوي ساوي، يعني على أمر الاستحباب، بتحب تساوي ساوي، ما بتحب تساوي لا تساوي، مالك مجبور يعني، ولا أنه واجب عليك أنه أنت تعمل عقيقة كذا. هذا يعني المباح. حياك الله أخي الكريم، الله يبارك فيك. والنسخ ثبت بقول عائشة رضي الله عنها، بقولها: نسخت الأضحية كل ذبح كان قبلها. والعقيقة يعني الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، هذه اسمها العقيقة. والأصل في معناها اللغوي أنها الشعر الذي على المولود، كمان بسموه الشعر، كيف بيجي الولد وفيه شعر براسه، كمان هذا يسمى كمان الأصل في معناها اللغوي. ثم أسمت العرب الذبيحة عند حلق الشعر المولود عقيقة، هيك يعني كان في العرب سمتها قبل، على عادتهم في تسمية الشيء باسمه سببه أو ما يجاوره. والرجيبة هي شاة كان العرب في الجاهلية يذبحونها في رجب، اسمها الرجيبة. حياك الله أخي الكريم، حياكم الله. فيأكل منها أهل البيت ويطبخون ويطعمون، كانوا يطبخوا ويطعموا. والعتيرة أول ولد للناقة أو الشاة، تذبح ويأكله صاحبه ويطعم منه، وقيل أنها الشاة التي تذبح في رجب وفاء لنذر، أو إذا أنتجت الشاة 10. يعني إخوان الكرام، هذا بمعنى يعني اللغوي. طيب، ماذا قال الجمهور الفقهاء غير الحنفية؟ الحنفية قالوا إنها مستحبة، يعني أنت حبيت تساوي ساوي، ما حبيت تساوي عقيقة لا تساوي، مالك مجبور يعني. والإسلام لا يحمل الإنسان فوق طاقته. في العالم اليوم بدقونا بيقولونا في مجال إنه أتدين، في مجال إنه أتدين أنا وضحي، لا، ما أن الإسلام روحوا تدينوا وروحوا ضحوا. الإسلام لا يحملك فوق طاقتك. قال جمهور الفقهاء غير الحنفية: لا تسن العتيرة أو الرجبية، وتسن للأب من ماله العقيقة على المولود. مين بيسوي لك العقيقة؟ أبوك. ولا تجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عق عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا. طبعا هذا حديث رواه سيدنا أبو داود والنسائي، وقال بكبشين كبشين، في رواية كبشين كبشين. خلي عند منك في بالك هذه المسألة، إذا إنسان قال لك الولد كم يجوز عليه أن تذبح، رواية كبشين كبشين ورواية كبشين كبشين، والنبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن، سيدنا الحسن والحسين، سيدا شبابي أهل الجنة، وقال مع الغلام عقيقة: فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، يماط عنه الأذى. يعني أنت لما تذبح لابنك عقيقة أمط عنه الأذى. في حديث آخر، حديث آخر قال: كل غلام رهينة بعقيقته، كل إنسان مرهون بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، يوم 7 من مولده تذبح عنه، بيحلقوا له شعراته ويذبحون عنه، ويسمى فيه، بسموه لهذا الولد أو المولودة، ويحلق رأسه. رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي عن سمورته. تمام. وقال الشافعية: تسن لمن تلزمه نفقته، من السنة عند السادة الشافعية، سنة عند السادة الأحناف، شو هو؟ مباح. حبيت
ساوي تذبح ذبح، ما حبيت اذبح. السادة الشافعية قالوا سنة انه الانسان يعمل عقيقة في يوم السابع للولد بكبشين والبنت بكبش واحد. وحكمتها شو الحكمة منها؟ هلا جينا على الحكمة. وحكمتها شكر نعمة الله تعالى بأن رزقه الولد. هي من أكبر نعمة على الإنسان أن رزقه الله بولد، وتنمية فضيلة الجود والسخاء وتطيب قلوب الأهل والأقارب والأصدقاء بجمعهم على الطعام فتشيع المحبة والمودة والألفة. كلام جميل، لكن في زماننا اليوم سبحان الله يعني صار مشكلة. هذا إذا واحد عم يعق، فبدل ما أنه الأقرباء يكونوا سعداء تلاقيهم كل واحد سبحان الله يعني خلينا ساكتين. طيب، جنسها وسنها وصفتها. جنسها شو جنس العقيقة؟ نازلين فيه حسد أنا ما حكي شيء، أنت اللي حكيت. جنسها وسنها وصفتها. هي من الجنس والسن والسلامة من العيوب مثل الأضحية، مثل الأضحية. العقيقة إخواني الكرام مثل الأضحية تماما، خالية عن العيوب، خالية عن أي شيء، مو عرجة، مو عمية، مو مكسور القرن تبعها، مو فيها عيوب، مو مجزوز الصوف تبعها. من الأنعام الإبل والبقر والغنم، وقيل لا يعق بالبقر ولا بالإبل. قيل، بس يقولوا قيل يعني قول ضعيف، لا يعق عن الولد بالبقر ولا بالإبل. فقط شو هي عبارة عن العق؟ العقيقة عبارة عن شاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد هنا كاتب لك عق يعق بكسر العين وضمها، عق يعق. طيب، عددها كم عددها عند السادة المالكية؟ قال شات عن الذكر أو الأنثى عند السادة المالكية. لحديث ابن عباس السابق أنه عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن شاتا وعن الحسين شاتا، وهو المعقول والأيسر. هي السادة المالكية هيك قالوا. نحن عم نعطي درس العقيقة أخوان الكرام على مذاهب الأربعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال السادة الشافعية والحنابلة. هلأ ماذا قال السادة الشافعية والحنابلة عن العقيقة؟ قال عن الغلام شاتان وعن الأنثى شات. عن الغلام شاتان وعن الأنثى شات. المالكية قالوا شات بشات. السادة الشافعية والحنابلة قالوا شاتان بشات، شات للبنت وشاتان للغلام. بخبر عائشة عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شات. رواه أحمد الترمذي وصححه. وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شات وعن الغلام شاتين، رواه أحمد وابن ماجه. وفي معنى حديث أم كرز الكعبية الذي رواه أحمد الترمذي وصححه أيضا. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما محمول على الجواز، وكالشاتي سبع أو بقرة. وعليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا. فلو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أولاد جاز. جاء سبع أولاد ذبح عنهم بقرة ما في مشكلة. طيب شو بده يجوا بطن واحد سبعة؟ في حدا بيجي ممكن يجي؟ طيب ممكن انه يجمع اولاده كلياتهم ويعق عنهم بقرة حتى ولو كان كبيرة؟ ما في مشكلة. هلا بيجي معنا نحن.
ولو كان المساهم في العقيقة عند الشافعية يريد اللحم فقط. شوفوا على المسألة ما أحلاها أخواني الكرام. قال ولو كان المساهم في العقيقة عند الشافعية يريد اللحم فقط. عنده 5 أولاد أو 6 أولاد، وهذول 6 أولاد بده يعق عنهم. إجا واحد قال له تشاركني بالأضحية، تشاركني بالعقيقة. قال له بشاركك. قال له بس أنا ما عندي ولد. قال له بشاركك بس أنا أعطيني اللحمة. أجزأ ذلك. أما في حال الأضحية لا يجزئ ذلك. انتبه، إذا 7 بدهم يشتركوا ببقرة بده يكون نيتهم كلهم نية واحدة، نيتهم الستة كلاتهم الأضحية ونية واحد إنه ياخذ اللحمة، ما أجزأت الأضحية. بدهم يكونوا كلهم نيتهم يضحوا. أي مسألة مهمة جدا جدا إخواني الكرام. قال الشافعي والحنابلة عن الغلام شاتان وعن الأنثى شات، لخبر عائشة عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شات، وحديث ابن عباس محمول على الجواز وكالشاتي سبع أو بقرة. فلو ذبح بدنة، يعني جمل، ديش كيلو الجمل اليوم؟ قال 320 ليرة كيلو الجمل اليوم. ديش مثلا بيطلع وزنه للجمل؟ أقل شيء وزن الجمل، مين بيعرفوا معنى لحام؟ أقل وزن الجمل قديش؟ فلو ذبح بدنة أو بقرة عن 7 أولاد جاز. سؤال، إذا واحد كان بالحج دق شوي ونوى يعمل عمرة وبعدها تراجع عنها، بصير ما حكمها؟ كيف يعني بده نوى الحج وإنه يعمل عمرة؟ دخل مفرد ولا دخل متمتع؟ بدنا نعرف شو حكى بالميقات، شو قال؟ انه دخل متمتع ولا دخل قارن ولا دخل مفرد؟ بدنا نعرف. متمتع. المتمتع شو بيصير؟ اول ما واحد بيدخل بعمره، ما بينوي الحج، ينوي عمره، بعد ذلك بيروح بيساوي عمره، كل أعمال العمرة معروفة، وبعد ذلك يطوف طواف القدوم. بعد منا هذا طواف القدوم سنة، ما لازم ينسى، ويسعى بعده. تمام. أما إذا إنسان دخل لهنيك كان بالحج ونوى يعمل عمرة وبعدها تراجع، ما في تراجع عنه. أنت نويت خلص بدك تكمل. في أحد سألني سؤال كان مثبت بعدين، الذي لم يعق لولده وبعد سنين قرر أن يضحي له، هل هو جائز؟ هلا الأضحية غير العقيقة أخي الكريم، هو كله عبارة عن إراقة الدم، مظبوط، لكن الأضحية شيء والعقيقة شيء آخر. بيجي معنا، خليك معنا مشان تتابع للأخير، مشان تعرف شو الحكم. ما حسبق المسألة، تمام، ما حسبق المسألة أنا مشان نجاوبك. خليك معنا ودرس حلو، ويعني وما في أي شيء بإذن الله. إن شاء الله هذا درس مسجل، وبعد ذلك سوف أضعه على قناتي اليوتيوب. إذا ما حبيت تتابع أنت أخي الكريم وعند منك شغل وصار مع أو صار عند منك شغل، فلذلك مباشرة شو بتروح على قناتي اليوتيوب صياح فتحي صافي، بتشوف البث هذا إن شاء الله نزل كاملا بإذن الله. عندنا بأوروبا بيسعقوا خروف بالكربة قبل الذبح، هل يجوز؟ يعني الفقهاء قالوا بأن إذا كانت السعقة مشان بس إنه يدوخ بس لسه ما مات، بعدين ذبحنا مش الحال. أما إذا مات من سعقة الكربة لا يقتل. السلام عليكم. فيني أسأل سؤال يا شيخ؟ تفضل، عنده أي سؤال كبسونا على شاشة إخواني الكرام، وشاركونا البث، يعني خلي البث يرتفع شوي، البث مقيد، مشكلة يعني. سبحان الله، الله يفرج بقى ويفك. شو أين الله أم نور، إن لا حول ولا قوة إلا بالله. سأقول لك ما قال الإمام علي رضي الله عنه: من أين الأين فلا أين له، ومن كيف الكيف فلا كيف له، ولا يقال أين الله. تمام.
قال ولو كان المساهم في العقيقة عند الشافعية يريد اللحم فقط. لا ما لازم تعرف أين الله سبحانه وتعالى، أنت مسلم لازم تعرف، ما حدا بيعرف أين الله سبحانه وتعالى، كان قبل أن يخلق المكان وهو الآن على ما كان عليه. حكيني على الخاص أخي الكريم، نحكي معك بإذن الله ونعطيك إن شاء الله الجواب، أو ما حبيت تحكي على الخاص مثل العادة نكون فوت لجوا على الخاص مباشرة، فوت لجوا على قناتي وأشوف مكتوب عنوان الدرس الله ليس جسما. بلال عبده لا تقعد تفتي على كيفك، عرفت شلون؟ أنت لا تقعد اللي الآية القرآنية الموجودة في سورة تبارك هذا دليلك، عرفت شلون؟ لا مو 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 هو الدليل. لا أخي الكريم ادرس عقيدة، الله يبارك فيكم جميعا، دسوا عليكم بدراسة العقيدة إخواني الكرام، لا تخلي حدا يشوش عليك و أقول لا تحضروا حدا، لا بس إذا في شيء مثلا عم يدخل ويسب احضروا، أما هذول الموجودين اكتموهم كتم مؤقت حتى نجيب عليهم. تمام نرجع للدرس مشان ما نروح الدرس إخواني الكرام. قال ولو كان المساهم في العقيقة عند الشافعية يريد اللحم فقط جاز، ما في مشكلة. وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد، تتعدد العقيقة بتعدد الأولاد، وتتحقق السنة بشاة عن الغلام. إذا إنسان ذبح عن ابنه خروف واحد ما في مشكلة، هلا ثمن الخروف تقريبا أقل شيء 14,000 ليرة تركي، أي أقل شيء الخروف تقريبا ما يقرب من 400 دولار، وشاة عن الأنثى. طبعا بيذبحوا خروف يكون خروف، شو صفاته الخروف؟ شو صفاته الخروف؟ أملح أقرن. شو يعني أملح؟ مالح يعني؟ شو يعني أملح؟ تركوا الدرس هلا كلته وبدون يسألوا أين الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال هلا معجزه، ورد عليه واحد قال له أأمنتم من في السماء؟ معناته الله سبحانه وتعالى في السماء. شيخ شو بالنسبة لصيام يوم عرفة؟ إذا صادف يوم سبت ما في مشكلة، بس صومه ما في أي مشكلة. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، بتمنى من كل الناس يدعموا البث لأنه البث مقيد، بتمنى من المشرفين المخفيين من تيك توك، بتمنى من المشرفين الموجودين في التيك توك أنه يدعموا هذه القناة، هذه قناة يعني دينية إسلامية، يفكوا عنا التقييد لأنه ما بتكلم غير في دروس تفيد هذه الأمة وتجمع هذه الأمة على صحن واحد. طيب. وتتحقق السنة بشاة عن الغلام وشاة عن الأنثى، بارك الله بكم وبكل من دعا، وشاة عن الأنثى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم عن الحسن والحسين، وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد، فلو ولد له توأمان كان لهما عقيقتان. ولدت مرته تومين بده يساوي عقيقتين، ولا تكفي واحدة عنهما. نعم أنا ابن الشيخ فتحي الصافي، الله يبارك فيك، شكرا أخي عمر على فنجان القهوة. هلا ضروري هلا شوقونا بالقهوة يعني. وقتها لا العقيقة، ما هو وقتها؟
شلونك؟ شو اخبارك ابو فتحي؟ حياك الله اخي محمود. الشيخ فتحي الصافي كثير ترك اثر بقلبي، الحمد لله، الله يجعل عمله خالص لوجهه الكريم. السبب اخواني الكرام يعني بهذا الوقع الذي صار الشيخ للناس هو يعني الصدق مع الله سبحانه وتعالى ومحبة الله سبحانه وتعالى له. والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض. الله يبارك فيكم جميعا. نحن ولا مرة عملنا عقيقة لأولادنا وهلأ كبروا بصير نعمل. خليك معي أو شذا، خليكي معي مشان تعرفي شو الحكم. درس رائع جدا والبحث مو طويل، البحث إخواني الكرام مو طويل، بحث يعني جميل جدا وفي من الفوائد جدا. قال تذبح يوم سابع ولادة المولود ويحسب انت بنذبحها الوقت تبعها، هل هي فرض؟ لا، ناكل على الإباحة عند السادة الحنفية، سنة عند السادة الشافعية، مباح من باب الاستحباب، حبيت ساوي حبيت ما ساوي عادي. لكن كل ولد مرهون بعقيقته، كل ولد مرهون بعقيقته. هلأ بيجي معنى الحديث، وقتها تذبح يوم سابع ولادة المولود، يوم سبعة، ويحسب يوم الولادة من السبعة، من السبعة يعني هي ولدت هذا أول يوم، حتى ولو كان بالليل، حسب الذي يلي. وعند المالكية يحسب يوم الولادة إن ولد قبل الفجر أو معه، ولا يعد اليوم الذي ولد فيه إن ولد بعد الفجر، لا يعد. وقيل عندهم يحسب إن ولد قبل الزوال لا بعده. أخي دفع الدين بعد 13 سنة من انهيار العملة السورية، كيف ممكن ندفعه؟ والله في أقوال كثيرة جدا بالنسبة لهذا الموضوع. من البعض الناس، بعض يعني الناس الذين مثلا كانوا مدينين من زمان عملة مثلا من 13 سنة مثل ما تفضل الأخ هون، وطلع وراح سافر ولا بده يوفي دينه، فقال إنه إذا كان الدين استثماري تمام بده يرجعه مثل كان بيوم قبضه. قديش كان غرام الذهب بيوميتها؟ بده يرجعه مثل على غرام الذهب. هي اول مساله. المساله الثانيه، طب اذا كان الدين كان بالملايين هلا بده يرجعه، هلا بده يطلع مليارات. فقال يحسب على الذهب ويقسم النصف، يعني قديش مثلا طلع، نفترض مثلا مليون حسبناها على جرام الذهب كذا، مثلا طلع مثلا مليار نعطيه النص. والقول الان المفتى به بين الفقهاء والعلماء انه يعني يتصالحان عليه، ضلك انت وياه وتوصلوا حتى تصلوا لحل بعد انهيار العمله. مو معقول مثلا كنا مدينين 100,000 من 13 سنه، كان 100,000 تعمل عمايل، 100,000 هلا 100,000 ما في شيء، سندويشين شاورما يمكن او 3 سندويشات شاورما، او ما في، ما يجيبوا لك فروج 100,000 هلا، ما بيساووا فروج يعني هلا في هذه الايام. واللي ما معه بده يضلوا دين برقبته، بده يضلوا دين برقبته لحتى يعطيه. اذا ما اعطاه ومات بده ياكل قتل يوم القيامه بالقبر ليقول حاجه، لحتى الورثه يفكوا رقبه ابوهم من الميراث، لون الثلث بس مسموح منه، بس الثلث مسموح، مو انه والله مثلا ورثته كلها يعطوها للشخص المدين، لا، من الثلث فقط. فلذلك كل انسان عنده دين يحاول هلا يروح الدين من على رقبته احسن له، لانه لما يصير الواحد سبحان الله يعني في الدار الاخره خلاص دفنوك وراحوا، بجوز يزوروك بالعيد، بجوز يعملوا لك الزيارة، وإذا كنت بعيد ما يطلعوا لهنيك يزوروك، قليل تضلك قاعد بالقبر إلى يوم القيامة.
وحدة بالسويد بدي اتجوزها مهرها 50 يورو، في وحدة عربية بدهم 26,000 يورو، شو تنصحني وانا ما معي؟ سؤال وجيه والله، يعني جميل جدا. ما انت عم تدور على انو ارخص وانو احسن، وانا ميت استخارة اخي الكريم، ميت استخارة وشوف وين قلبك بيرتاح وخود. اخي انا دخلت جمعية 100,000 وما اعطوني الاسم، هي بمثابة الدين. كم شخص فيها هي الجمعية؟ هي الجمعية كم شخص فيها؟ سبحان الله، يعني افتى بعض العلماء الموجودين في الشام الفقهاء قالوا بان الجمعية هذه هي التي يعني عم تصير بين الناس، يعني لا تجوز لان فيها يعني بعض من المماطلة وبعض من اللعب بالاسماء والى ما شابه ذلك، فلذلك يعني مشكلة كبيرة. هي جمعية من 13 سنة وفيها 10 أشخاص، من 13 سنة وفيها 10 أشخاص. يا الله، مش بس عشان ياخذوا 100,000؟ ليش ما عم تحلق عندي من حبك الآغا؟ حياك الله. مين الآغا؟ أهلا وسهلا ومرحبا. مين أنت أيها الآغا؟ وين محلك؟ وعطتني جواب الكافي لو سمحت، صار عندي 35 وبدون أبو وائل. الآغا أبو وائل، أهلا وسهلا بالحاج أبو وائل المحترم، حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا بحجينا الغالي، الله يبارك فيك. والله لا غنى، يعني والله نحن نحبكم في الله، والله نتشرف، والله بنجي نحلق بإذن الله. لكن سبحان الله، بتعرف الواحد هلا بالشوبات مباشرة الحلاق جنب منه تحت، يعني يبعد عنه تقريبا شي 300 متر بس، عم نركض ركض لعند منه، يا دوب نحط راسنا عند منه يحلقنا ونرجع. هلا انتو الحلاقين سبحان الله يعني ما عاد تضحكوا هلا بهالايام، هلا وصلنا لاخر يومين. اي ما بدنا مصاري، ها خلص، معناتها جايين كلياتنا لعند منك اخي، كلياتنا جايين لعند الاغا. هلا كلنا معنا 37 شخص، كلياتنا بنروح عند الاغا هلا وبنحلق عنده، ما بده مصاري الاغا، بده يحلق لنا ببلاش بالعيد. لك الله يسعدك عمي ابو وائل، والله محترم. هيك بقى هيك العالم، انا بحب العالم اللي بيعرفوا عن انفسهم مثلا ويقولون انا الفلان الفلاني. ايه بعرف انه هلا بعض من الناس موجودين وبيعرفوني وبيفوتوا لجوا وبيبلشوا يسالوا اسئله وهن بيعرفوني مين ومين وانا، مشان بس انه يعني يشوفوا الوجه الاخر. لا نحن ان شاء الله مو بوشين باذن الله، وش واحد. انا لما صرت بالغربه تعلمت الحلاقه لحالي، والله كثير عالم بالغربة تعلمت أشياء سبحان الله يعني غريبة عجيبة. يعني أنا صرت نجار بالبيت وحداد، أنا محسوبك يعني عرفت شلون، نجار وحداد وإلكتروني، شو بدك بصلح مراوح أحيانا إذا مثلا كذا، ممكن صلح صحية لأنه عم تجيب الواحد عند منك لهون، يعني بتحسه جايب شخص بس مشان يقول لك هذيك الحسبة. مثل مرة واحد قلنا له لهون بزماناتنا أول ما سكننا، قلنا له أخي زغاتك بدنا نظبط خط الإنترنت. والله اتصلت فيه قال لي أجيني الصورة، شو صورت له يا؟ قال لي بده غيار. قلت له أوف ليش؟ قال لي تاخخ هذا. قلت له يا رجل يعني شلون شفته أنه تاخخ؟ قال لي صار له قديم بالبناية يعني وبيكون تاخخ، مبين علي من اللون تبعه من كذا تاخخ. قال لي بدك اجيب لك شيء 20 متر حقهم كذا وكذا. قلنا له ايه؟ قال بجيب لك. انت وين؟ قلنا له احنا بالمنطقة الفلانية. قال طيب ماشي بنجي نعد منك ان شاء الله. والله انا يعني بيني وبينكم ما حبيت يعني الكلام هذا ولا شيء، قلت لحالي خلاص يلا نشوف شخص اخر. رحنا شفنا بيعرفوا اخونا ابو وائل،
محمد حباب الله يذكره بالخير، قلنا له اخي لقينا له، قلنا له هيك هيك القصه، قال انا 10 دقائق بكون عند منك. والله هذا الشخص اجى بعد 10 دقائق الله يذكره بالخير، معه بطاريه ومعه لمبه، حط تحت بالسفل البنايه لا حط البطاريه فوق عند مني وحط بسفل البنايه تحت اللمبه، ويبلش بقى يحط شريط حتى اشتغلت اللمبه. قال لي هي هي تبعك. قلت له شغال؟ قال لي شغال ما في شيء. قلت له شوف لي عم يرف بالله ولا ما عم يرف، لانه قال لي هذا بده غيار واللي بكلفك كذا كذا يعني. قال لي لا، وصل لي اياه هون، وصلت الانترنت اجى الانترنت. اخ والله ما بعرف، ما بعرف شو عم يصير بالعالم، انا ما بعرف. اذا بنحكي لكم قصص مو لبكره يعني ما بنخلص، بنخلص الدرس الحقيقه هلا على جنب بنحطه تمام، ونبلش بقى نحن نحكي على الناس الموجودين. يعني ممكن الرد شيخي اذا سمحت، اذا سؤال بيفيد الامه بنرد، سؤال ما بيفيد الامه ما بنرد، ما انا مجبورين نرد بنوم. كيف ممكن في حق العالم جمعيه من 13 سنه اعطيها بالدولار ولا بالذهب؟ كيف اسدد ولا نصف المبلغ؟ حاكيني على الخاص تبع الجمعيه حاكيني مشان افهم منك، تليفون بتحكيني نشوف شو بنحسن نطلع بهذا الامر. 20,000 سوري لازم رجعوا 28,000، وصاري اللي بسوريا هلا بده ياهون شو يطلع له عندي. نحن ذكرناكم اخواني الكرام بالنسبه للدين القديم، اذا كان قبل 13 سنة كان يعني 100,000 ب 13 سنة غير 100,000 هلا. فإذا كان دين استثماري تمام، يعني أنت مثلا أخذت ال 100,000 شغلتها وساويت من وراها مشروع لك، فهذا دين استثماري، استثمرت هذا المال فإله حكم. وإذا كان دين مو استثماري، أنت أخذته مثلا لأمر معين، أخذته لشراء اواعي لألك وكذا، وبعدين اخر شيء بتعطيها كنت وما صح لك وما عاد شفت الشخص هذا وكذا، فبتقول انه بتقيم له اياهم بسعرهم الذهب تمام. يوم قديش كان مثلا 13 سنه غرام الذهب، بتقيمهم بيطلعوا مثلا المبلغ الفلاني بتعطيه اياهم. يعني في اقوال كثيره، قال والصلح خير، تصطلح انت وياه على مبلغ معين، قل له اخي 100,000 هلا قديش كانت تساوي هذيك الايام، ارضي اخي قبل ما تطلع، ما في مشكله. مع انه ولو انه رب العالمين بيعوضك باذن الله، رب العالمين بيعوضك، انت لما اشوفك رب العالمين انت متضايق ورجعت دينك وكذا، يعني يا موفي الدين، بتلاقي رب العالمين لحاله بلش يعني يحلل لك امورك باذن الله. كن مع الله ترى الله معك. فهلا في مشكله بالنسبه لموضوع الجمعيه هي، انت رئيس الجمعيه او انتم رئيس الجمعيه تبعكم، بدنا نعرف منو انت الشخص الذي يتكلم معنا. ناس ما عم تخاف الله بعض منهم، اي والله اي والله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما بنقول غير انا لله وانا اليه راجعون. حكم زيارات القبور في العيد، ما في مشكله بالنسبه لموضوع زياره القبور في العيد، ما في اي مشكله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وبعد ذلك قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبتزورها، وإذا حبت يعني أحد من الحريم يروحوا بتروح هنيك بدون ما تستعطر، بدون ما تحط مكياج، بدون ما تلبس ثياب ضيقة، بتروح هنيك بكل أدب بكل يعني لهنيك، وما تصير في هنيك فتنة واختلاط هنيك كذا. هيك صار هيك سبحان الله، المرأة بتتغندر وتحط مكياج وتلبس ضيق وسبحان الله وعطر وإلى ما شابه ذلك وضحك، و رايح تزيروا أبوه، رايح تعرفوا هنيك أنتم. قاتلك الله، حسبي الله ونعم الوكيل. نعم حضرته. الدين ان البنك بدون فوائد جائز
شلون بدون فوائد؟ مستحيل بنك يعطيك دين بدون فوائد، مستحيل. ما في بنك يعطي شخص مصاري بدون فائدة. اجيت عند البنك انا قلت له مرحبا لهالين، قلت له انا بدي اخذ مصاري عند منك، ليش بدك يا سياح؟ والله بدي 100,000 تركي. على عين والراس، تفضل 100,000 تركي. ديش معي انا لرجعهم يعني سنة، بس ما تاخذ شيء عليهم؟ لا ما بدنا، غير سلامتك. ما في هيك شيء بنوه، الا اذا قصدك انا فهمت عليك الكريدي. الكريدي في مشكلة، اعطينك قلب الكريدي 20,000 تركي لنفترض، لان كان رفعوها صار 50,000، انت معك كريدي ومعك 50,000 قلب الكريدي، تمام؟ ال 50,000 اللي انت بالكريدي اللي معك بامكانك انت تتصرف فيهم وترجعهم، تصرف فيهم وترجعهم، مو هيك قصدك يعني؟ ممكن تسحبهم كلياتهم، وممكن، مزبوط ولا لا؟ بس في هنا مشكلة، انه عم يحطوا لك هون شرط، عم يحطوا لك شرط بالكريدي، اذا ما رجعته بدنا ناخذ منك فائدة على كل كذا، ناخذ كذا. هي هون المشكلة، الشرط هون المشكلة اللي تضمن بهذا الامر هو الشرط. سؤال شيخ، تفضل. انت بتركيا مقيم؟ انا مقيم بتركيا. طيب، وصرح الشافعية والحنابلة لا، بدينك مثلا ب 30,000 ولازم ترجعهم ب 30، بس المشكلة الشرط اللي ذكرته حضرتك، فشو الحل؟ هذا وين المشكلة؟ حرام انه يوجد فيه شرط، هذا الشرط هو الذي حرم العقد كله. فهمت عليك انا؟ هلا انا فهمت عليك بدون ما تقول لي شو. مشكلة كبيرة يعني، إن الحلال بين وإن الحرام بين. هذا ده ابن الشافعي. نعم أنا ابن الشافعي. يا ريت إخواني تدعمونا القناة، الله يبارك فيكم. يعني البث مقيد وفي عليه مشاكل، الله يبعدنا ويبعدكم عن المشاكل. بس كبسونا على الشاشة، الله يكرمكم. اللي بحسن يدعم هذه القناة حتى ترتفع يدعمها، إن شاء الله تكون في ميزان حسناته. قال: وصرح الشافعية والحنابلة أنه لو ذبح قبل السابع أو بعده أجزأه. عن عين والراس، حياك الله أخي الكريم، والاحترام لكل شخص معنا موجود. وأضاف الحنابلة والمالكية: لا يعق غير الأب. شيخي أنا محمود البطوشي أبو حسن، كتبتوني من الحساب، شو حكيت يا أبو يا محمود البطوشي؟ الله يجوزني. إذا عم تحكي بالنسبة لموضوع الزواج، يعني عندي 4 نسوان هون بقلب البث، فممكن في وحده من بيناتهم حضرتك، فهن بيغاروا كثير، عرفت شلون؟ يا اخي هل يجوز تضحيه قبل صلاه العيد؟ حكينا عنه في الدرس السابق. تمام. وصرح الشافعي والحنابلة أنه لو ذبح قبل السابع أو بعده أجزأه. وأضاف الحنابلة والمالكية: لا يعق غير الأب، ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر. هاي الشافعي والحنابلة. نحن ما نأخذ بقول، يعني نحن نأخذ بكل الأقوال، لكن يعني قولهم سادة الشافعي والحنابلة، إذا أخذنا بقوله معناته ما حدا عق عن نفسه إذا كبر. هاي في عنا أشخاص هنا يتكلموا انه اذا انسان كبر هل يجوز ان يعق عن نفسه ولا لا؟ اذا كان شافعي وحنبلي لا يعق عن نفسه. مو نحن ما ناخذ بقول الفقهاء، لا ناخذ باقوالهم كلياتها، وكلهم من رسول الله ملتمسون، عشان ما حدا يفهم غلط. لكن المساله اخواني الكرام هون، انه غير الشافعيه والحنابله من هم؟ الاحناف والمالكيه، قالوا بانه يستطيع الشخص ان يعق عن نفسه إذا كبر، تمام. واختار جماعة من الحنابلة أن للشخص أن يعق عن نفسه استحبابا. جماعة من الحنابلة، الحنابلة قالوا لا يعق عن نفسه، لكن جماعة من الحنابلة قالوا
يعق عن نفسي استحبابا، ولا تختص العقيقة بالصغر فيعق الأب عن المولود ولو بعد بلوغه. بإمكانك بعد بلوغ يعني أبلغت أنت له أبي مثلا عق عني، بعق عنك أبوك ما في مشكلة، لأنه لا آخر لوقتها، ما له وقت معين، أنه والله مثلا خلاص انتهى مع صفة حدا يعق عن حدا أو كذا، كبر الولد لا بعق. ويقول الذابح بعد التسمية: اللهم منك وإليك عقيقة فلان. الذابح بعد ما انه يسمي بيقول اللهم منك واليك عقيقه فلان، مثل الاضحيه اللهم منك واليك بسم الله الله اكبر، ويذبح. لخبر ورد فيه رواه البيهقي باسناد حسن، وروت عائشه رضي الله عنها الوليه البريئه المبرئه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وقال: قولوا بسم الله اللهم لك واليك عقيقه فلان. تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي أبو يحيى، تفضل. اللي عنده أي سؤال يسأل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الكريم، جوزي بده يذبح ضحية بس حلق دقنه وشعره ونسي، هل شيء يجوز؟ من باب الاستحباب ما في مشكلة، بيضحي. قال بعضهم أنه ينقص بالأجر يعني، لكن يعني هو على باب الاستحباب. يعني إذا إنسان قص شعره وأظافره يعني ما في أي مشكلة، باب الاستحباب هو التشبه بالحاج، يعني مثل التشبه بالحاج. الشيخ يقول الله، يقول الله وعلم، ما فهمت شيخي. حدا بيقول الله وعلم طلع ترند بشأن الصيام يوم عرفة، مو بده يجي السبت. ايه انه في واحد هلا عم يطلع انه لا صوم يوم السبت، كتير هلا بيطلعوا بيقول لك انه مكروه صيام يوم السبت، تمام، فلا احد يصومه. لا، لكن هذا اليوم وافق يوم السبت، يعني معقول مثلا ما حدا يصومه يعني يوم عرفة؟ يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، ويكفر السنة الماضية والسنة التي يكفر السنة الحالية والماضية، يعني سنتين صيامه. أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصيام يوم عرفة يكفر الذنوب الصغائر بإذن الله، أما الكبائر فحسابها على الله. ما حكم من سرق الفؤاد وهاجره؟ فؤاد مين؟ من الناس نايمين بصير عقيقة تكون ماعز ولا ما بتصير؟ بتصير. كان قلق انها قبلها شوي، شو جنسها؟ لكن افضل شيء هو الكبش، ان يكون املح اقرا ما في عيوب. ويكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة، في كتير ناس شو بيساووا لك؟ بيجيبوا الدم ويلطخون به رأسه، خلافا لما كان عليه الجاهلية من تلطيخ رأسه بدمها. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة من دم أو في دم العقيقة، كانوا يجيبوا قطنة ويساووا دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا. شو يعني خلوقة؟ الله يرحمك يا شيخ فتحي، كان ياخذ والله. يعني انت يحق لك الكتم اخي الكريم، يعني قليل ما كتموك، لو حضروك قليل والله. يعني نحن نعرفك من ايام ما كنا برمضان سوا، فهلا بلشت شوي يعني يا يخف ما بعرف شو، ما بدي اتكلم انا يعني، لكن ما بحب انا حد يحكي عن ابي مما كان. انا مضطر احضرك. حسبي الله ونعم. خفة دم طبيعية، يعني وصلنا نحن لزمن التفاهة.
قد ما بتكون يعني شخص هيك سبحان الله يعني خفيف دم قد ما بتكون محبوب، قد ما بتكون تافه قد ما بتكون عالي. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حدا يجيب سيره مين ما كان خصوصا النبي. يعني اذا بقول لكم اخواني الكرام انا الاف التعليقات كانت تجيني ما رد على حدا بنوب لكن بحضر مباشره هذا الشخص عم يستفز. اي عمر تصح الاضحيه؟ اي عمر تصح الاضحيه لو سمحت. نحن ذكرنا بانه الاضحيه حسب الاضحيه بدك تذبحها، اذا كان كبش عرفت شلون سنه فما فوق، اذا كان عمره 6 شهور وكان مليان لحم اذا حطيناه مع السنه ما بيضيع بيناتهم ما في مشكله هون بنذبح. البقره سنتان دخلت بالثالثه، الجمل 5 سنين دخلت في السادسه رضي الله عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق صلى الله عليه وسلم. اي والله شو يعني خلوقه؟ يعني زعفرانه، يعني يحط بداله زعفران، يعني بدلهم اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم اي يحط زعفران بدل ما يحط هذا الامر. الكتم جاهز وليس ممنوع. نعم شفنا لأي مذهب تفتي إذا سمعت؟ على المذاهب الأربعة، على المذاهب الأربعة. نعطي الآن درس على المذاهب الأربعة، نأتي بأقوال الفقهاء جميعا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا يعني بتقول خير ويعني بنقعد نتدارس كذا، يا أما لا تقعد تشاحن الناس موجودين هنيك وفي ناس يعني موجودة هون تتضايق في بعض الناس. لا انا ما بحب ضايق حدا بنوب، انا بالعكس قاعدين عم نعطيكم درس اخواني الكرام ما عم نضايق حدا، لكن اللي بده يضايقنا بنضايقه نحن. اذا انت جاي تقعد تزاحمنا من زاحمك ومن زاحم 10 مثل حكايتك. ممكن اسالك سؤال شيخي؟ سؤال شيخنا، لا يجوز جمع صيام اللي فكرته برمضان مع هذه الايام المباركه؟ اكيد يعني صمت رمضان قضاء وبهذه الايام، يعني نحن اليوم 6 شوال 7 8 9 صفيان تقريبا 3 ايام وخالص. مثل هذا الشخص امبارح، اذا الشخص اللي حكى امبارح معي اللي قال لي انه نادر 200 ركعة ونادر صيام موجود شهرين موجود معي ولا راح؟ قال يجوز جمع صيام من فكرته. تكلمنا عن المخطوبة إذا طلقت تقعد في العدة. هذا السؤال متشعب، يعني إذا كان المخطوبة كان هناك خلوة فيجب عليها أن تعتد. إذا كان هي ببلد وهو ببلد وما بشوفوا بعضهم غير على التليفون وبعدين صار في طلاق، فمتى ما طلقت خلص ما في لا عدة ولا في شيء. نحن بذي الحجة، نعم نحن بذي الحجة. أنا فترة رمضان 6 أيام لا يجوز جمع قضاء دين عليه، نعم. يعني صفيان 3 أيام، يوم 6 7 8 9. يعطيك العافية، الله يعافيك يا رب. تمام. شو يعني إنها خلوقة؟ يعني زعفران، أبدلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القطنة. كانوا يحطوا دم ويحطوه وين؟ فوق راس المولود مشان انه يعني نعقوا عنه، فبدلها رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يحطوه فوق منه زعفران، بدال الدم يجعلوه زعفران. ودليل كراهية التلطيخ ايضا قوله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة: فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. انت تميط عن الأذى عن ولدك اذا عققت عنه. الله يبارك فيكم جميعا. والله بث سبحان الله جميل جدا، لكن اذا كان بعيد عن الخلافات واسئلة الفتنة. صرنا ساعة تقريبا اخواني الكرام، نتمنى من كل الناس انه يضغطوا على الشاشة 8000 تكبيسة ولا شيء اخواني الكرام، بس مشان ارتفع البث. طيب اخر شيء اخواني الكرام حنتكلم عن حكم لحمها وجلدها، بعدين نعطيكم ان شاء الله غدا احكام المولود ضمن العقيقة، بس يعني انه نلحق هذا
المبحث الثاني بالعقيقة بأحكام المولود، شو يعني هل الأذان بأذن المولود جائز ولا كان مستحب ولا كان سنة، تمام، وتحنيك المولود وحلق رأس المولود وتسمية المولود. والله درس حلو يعني. طبعا احنا خلصنا من الأضحية وخلصنا، خلصنا خلص له الولد، خلصنا عملت وخلصنا كمان، انتهينا من كتاب الأضحية وانتهينا ايضا ان شاء الله من العقيقة. بس صفيان حكم لحمها وجلدها، حكم اللحم كالضحايا، حكم اللحم كالضحايا. يا شيخنا ممكن تدعي لي بذرية صالحة اللي انتظر 9 سنوات، ربي يجبر خاطركم بخاطر بجاه الايام، الله يبارك فيكم ان شاء الله رب العالمين، يطعمكم الذرية الصالحة. واكثري من الاستغفار اختي الكريمة، اكثري من الاستغفار اكثري. ونتمنى من كل الموجودين معنا 14 شخص ممكن يكون في احد منا دعاءه مستجاب باذن الله، ان يدعو لهذه المرأة بان يأتي الله سبحانه وتعالى ان يوهبها الذرية الصالحة ويهدى مولود ان شاء الله. وعليك بالاستغفار يأتي بالأولاد، قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، ويمددكم بأموال يعني يعطيكم أموال وبنين أولاد، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار يأتي بالأولاد بإذن الله سبحانه وتعالى. عليك بالاستغفار الدائم، دائما دائما سك عداد، دائما على استغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تلاقي احوالك لحالها تغيرت من 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 احسن لاحسن. وانا اعرف ناس سبحان الله ما كان يجيون اولاد وراحوا كثير عند دكاتره وراحوا راحوا 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 لحتى يعني ما خلوا طبيب بكل الدول عشان يجيهم ولد، مسكوا الاستغفار ومعمين اعطاهم اولاد الحمد لله. لكن مشكلتهم مشكلة آخر شيء نزعوها. أي والله الله يصلحهم يا رب ولا يتوهنا رأي. بعد ما صار عندهم منهم أولاد فعملوا عملية ربط، مشكلة مشكلة. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ممكن اسألك الأضحية يوم القيامة شو بتفيد؟ تكلمنا بالنسبة لموضوع الأضحية بأنها بأول قطرة دم يغفر لك ذنوبك، بأول قطرة دم تنزل منها تغفر لك ذنوبك وتراها يوم القيامة. كل واحد إنسان ضحى يشوفه يوم القيامة. إن شاء الله بإذن الله سيكون لك شفيع يوم القيامة بإذن الله بإذن الله. شو ممكن سؤال؟ نعم شيخ إمت، بدك تخلص درس الأضحية، بدك أحكي مع خصوص العقيدة والأسماء والصفات لأني في حيرة من أمري. تكلمت في درس كامل وقلت ما عاد عيده، هذا الدرس تكلمت فيه بالنسبة لموضوع أي الله ليس جسما، تمام. وإذا أحببت حاكيني على الخاص أخي صلاح، حاكيني على الخاص نعطيك الكتاب PDF واقرأ به، كتاب قيم جدا للدكتور طارق اللحام، الله ليس جسما. وممكن تلاقيه إذا بدك كمان في الانترنت بمكتبة نور، تكتب الله ليس جسما PDF بيطلع لك بمكتبة نور، مكتوب عليه التأليف دكتور طارق اللحام، كمان بإمكانك تنزله. حتى الشيخ يعني ما عنده هالأمور تبع أنه والله أنا ما عندي PDF وجميع الحقوق محفوظة وما بعرف شو، ما عنده، كل شيء لله حاطه الشيخ ما شاء الله، عم يشتغل ليلا نهارا. حتى انه حاطط له درس انا ومناظره احد الناس موجودين، من كثر ما يعني دخل وسبوا للشيخ وكذا وسب الاشعريه وكذا الى اخره، فطلب مناظرته فوافق الشخص، قال له نحن بنشوفك وكذا. والمناظره
موجودة، لكن سبحان الله ما أجا هذا الشخص، هرب. عقدوها في الأردن وانتظروه، طلعوا من بلدانه مشان يشوفوه، لكن هذا ما أجا. كله شيخي أمانة يدعينا ربنا يهدينا، زوجي أنا كثير تعبانة. الله يهدي لك زوجك يا رب بجاه الأيام الفضيلة، هذه الأيام فضيلة عند الله سبحانه وتعالى، وأيام عظيمة جدا، هذه الأيام عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى، فالدعاء مستجاب فيها. فندعي له أن رب العالمين يهدي زوجك بإذن الله ويرجع لك يا إن شاء الله سالم غانم. أين الدرس؟ الدرس حطيته على صفحة الوالد رحمه الله الشيخ فتحي الصافي رحمه الله، فوت على الفيسبوك اكتب الشيخ فتحي الصافي رحمه الله، أو إذا حبيت مشان ما تفوت تدور فوت على البايون عند مني، في رابط صغير كبس عليه بيطلع لك روابط كثير تحت منه، اكتب على صفحة الشيخ فتحي الصافي رحمه الله كبس عليها مباشرة بتدخل على الصفحة دغري وبتشوف الدرس. ممكن يكون يعني في درسين بعد منه أنت شوفوا عود تابع، ما في مشكلة. وحاكيني على الخاص كمان إذا استعصى معك أي شيء من دلك، ما في مشكلة. أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا ما حكم الطلاق دون الخلوة الشرعية؟ ما في خلوة شرعية وطلق، ما في مشكلة. خلص صفى عنك منك أجنبية، بعطيها نصف ما كتبت لها، تقدم المتأخر إذا أنت طلقت. إذا هي طلبت الطلاق وما بدها إياك تعملوا خلع رضائي بينك وبينه، وكل واحد بيبحث سبيله. جزاك الله خيرا شيخنا وإياكم. شو معنات أشعري؟ هذول فئة من أهل السنة والجماعة يتبعون الإمام أبو حسن الأشعري رحمه الله تعالى، الذي يصل نسبه إلى الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري، فهم لا ينكرون الصفات ويتبعون المذاهب الأربعة أهل السنة والجماعة، ليس هم كفرة وليس هم إلا يعني إسلام مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شيخ أرباح اليوتيوب حلال؟ إذا كان في ما يرضي الله حلال، إذا أنت عم تقدم يعني شيء عم تأخذ من وراه شيء يفيد الأمة حلال، أما شيء يضل الأمة مشان تطلع أنت تأخذ مصاري وتقعد تأكل بروستيد وتجيب لي الايس كريم بالشوبات تقعد تاكل مبسوط انت والعالم قاعده عم تضل وراك، لا حرام. عرفت شلون؟ اذا انت عم تفيد الناس بشيء انه لاخرتهم ايه، اما بس عم مشاهدات يعني، وبتعرف انه في اولاد صغار يكونوا موجودين سبحان الله وعم يشوفوك انت واخذ فكرة هذا وضل هذا او راح عمل شغلة بحاله هذا الولد، فبيكون في رقبتك انت. الانسان بده يدير باله على حاله وبيعرف انه هذا حلال وهذا حرام، ان الحلال بين وان الحرام بين. انا وص والله مشان انا اكل بروستيد واكل فروج مشوي وروح اعمل لي بطن مندي، عرفت شلون؟ ممكن سؤال شيخي ليك، إذا خلنا المندي أو عندي ولد دغري شنك وأدنين بيحب المندي خير الله، جزاك الله خير ورحمه والديك وإياكم. أنا وسلام ورحمة. السلام عليكم، ما حكم البنات تفتح لايف وتطلب تخبيص ومساعدة؟ يعني بالواحد سبحان الله بهذه الأيام يعني عم يطلعوا النسوان على هذه التواصل، على هذه المنصات التواصل الاجتماعي، ويعني يظهرون مفاتنهم للشباب، والشباب سبحان الله يعني مشكلة كبيرة. فلذلك المرأة يعني يجب أن لا تظهر على التواصل الاجتماعي، هي عبادتها مبنية على الستر. فإذا حتى كان الوجه عم طلعوا في مكياج وغدر وكذا، هي فتنة هذا. شوفي أربع لا هي لعبة حرامية يعني
ايه تطلع من الرقم بس تعيد مشي الحجر مشي الجندي بتمشي الجندي؟ ايه هي مثل مثل الشطرنج؟ لا الشطرنج جائزة اما هاي النرد حرام لعب لعبتها ما بصير لا حلو بصير انت صح ارجوني اياها لا الشطرنج جائزة هلا بدنا نلعب بقى شطرنج الشطرنج جائزة اخواني كمان ما في اي مشكلة بالنسبة لموضوع الشطرنج اما بالنسبة لموضوع ال دقيقة واحدة بس معلش حجر بسيت على كيف ستيك يمشي اذا كنت بستيك يمشي ايه عرفتها هي ما رح نحن نحن كلها في الجنة عرفتها هي كانوا على لوحة كنا نلعبها هي حلوة ما فيها شيء حياك الله شو احكام المرأة التي تطلع بالتحدي ما بصير امرأة تطلع بالتحدي يعني تطلع تعمل تحديات ومرحبا واهلين وكذا واول مرة تطلع خايفة وكذا تبلش بقى العالم منين انتي منين ما انتي منين كذا اسلم لي الوش كذا بالكلام هذا وهي بتعمل انه هي ما شافت التعليقات اللي هذول كذا بصير بقى ما تطلع عليهم بعدين شوي 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 بتغرق بهذا الامر وبصير بقى تحدي بعد بس يجيها بقى الاموال ببلش بقى تطلع وينكم يعني انا ابو التحديات تنسى اهلها كلهم بصير بدها تطلع بس مشان تجيب المصاري يعني اذا بعثوا لها وردات وسودة وكذا ما عاد تسكر البث نهائيا بصير تفتح 24 ساعة ايه فسبحان الله يعني وهي يعني مثل ما ذكرنا اخواني الكرام المرأة يعني يعني كلها لازم تنستر قلب بيتها تقعد ما حدا يشوفها غير زوجها المرأة تطلع تبين مفاتنها وتبين وجهها وخصوصا هذول تبع اي خلودة اللي طالعة صار عندها ملايين هلا اكيد ما فاتوا لعند ابنها هذا خلينا نقعد نحكي هلا عليه هلا هذا اللي ما بيعرف يحكي كلمتين على بعضهم عربي ولا على جوزها هذا المقورين وهي بتقعد بتقول لهم خلوني وكذا وهي صار عندها ملايين وبعدين اخر شيء صارت تطلع ب 1000 5000 سناب قالوا لي كيف شفتها؟ بشوفتها يعني بشوفها يعني ماني قاعد عايش بيناتكم يعني مثلا بيطلع كثير معنا اشكال الوان يعني بنشوف احيانا بمر فيديوهات بنطلع عليها بنحكي لكم غنية بتقول لك كيف عرفت الغنية؟ كنا نطلع بالمكاري حفظونا الاغاني بالمكاري السمرة والا الحاسودة من كثر ما من الصبح تلاقي واحد طبعا ما يسمع فيروز الصبحيات تلاقي قاعد شو عم يسمع حاجة تزبل وراي السمرة والا الحاسودة ما بعرف شو ما حكم ترى الصلاة ترك الصلاة جحود جحود كافر بإجماع الفقهاء كبسونا على الشاشة الله يبارك فيكم والله يعني بدنا نسكر البث صرنا ساعة وثمان دقايق ما في غير كم تكبيسة 10,000 تكبيسة 24 ألماسة 4 مقدمو الهدايا ما شاء الله 18 متابع منيح اي فالذي ترك الصلاة جحودا هذا يعني كافر على المذاهب الأربعة أما تركها كسل له أحكام خاصة عند الفقهاء منهم الإمام أبو حنيفة قال يحبس هذا في السجن ويضع في السجن وكل وقت صلاة ندخل عند منه شلة تمام عند السجن ومنقتله لحتى يصلي ايه هلأ ما في هلأ معطلة الحدود إنا لله وإنا إليه راجعون رح نكمل إخواني الكرام بس البحث هذا طبعا حكم لحمها وجلدها ما حنضيع عليه نجيب على الأسئلة كلياتها قال حكم اللحم كالقد ضحايا يؤكل من لحمها ويتصدق منه ولا يباع شيء منها ما فيك تروح والله بعد ما ذبحت له للولد الخروف ضحك عليه تقول له ذبحت له خروف لحم حياة تروح تبيع اللحمة لا 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 وتتصدق منه ويسن طبخها يسن أن تطبخ هذا وتعزم الناس كلياتها ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في بيوتهم
توزع للجيران كلياتها اللي بيحبوك. اذا في جيران بيحبوك تمام تعطيهم، ما بيحبوك هذا بيحبنا، انت بتقعد هيك بدل مثلا هذا جارنا، هذا بيحبنا، هذا يستاهل، هذا ما يستاهل، هذا هيك هيك صفينا نحن. هذا بزماناته مرق وما سلم علي ما بنعطيه لحمه، هذا سلم علي اعطيه، يلا سلم علي اعطيه. يكون مارق على بعد 10 كيلو متر بينه وبينه، قل له والله شفتك هذيك مره وما سلمت علي. لك وين ما سلمت عليك؟ بعد كنت ماشي على الرصيف الثاني على بعد 50,000 كيلو متر وقلت لك السلام عليكم وما رديت علي. سبحان الله. دعمونا البث اخواني الكرام، كبسونا على الشاشة، الله يبارك فيكم. وكره عند المالكية عملها وليمة يدعو الناس إليها، عند السادة المالكية كرهوها أنه يعمل وليمة ويعزم الناس على العقيقة، عم نحكي الحين على العقيقة. ويجوز عند المالكية كسر عظمها، في كثير عالم بيقولون هل يجوز كسر عظم الأضحية العقيقة؟ قال هنا السادة المالكية يجوز عند السادة المالكية كسر عظمها ولا يندب. قال ويستحب أن تفصل أعضاؤها ولا تكسر، ولا تكسر عظمها. ليش؟ قال تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود. يعني واحد ذبح عقيقة وجلحها كسر له العظم تبعها، إيه هون يعني بصير واحد عند منه مثل مشكلة إنه كيف كسرت العظم، يعني بخاف إنه ينكسر العظم كذا. فقالوا إنه استحباب لا تكسر العظم حتى يعني نتفائل إنه بعدم كسر عظم هذا المولود. سبحان الله. يعني بما روي عن عائشة أنها قالت السنة شاتان مكافأتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جدولة. شو يعني جدولة؟ يعني عضوا عضوة. ولا يكسر عظم ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع. هذا حديث روته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها الولية البريئة المبرأة. قال وأجاز الإمام أحمد في رواية عن بيع الجلد والرأس والتصدق به، بيع جلد ورأسه وتصدق بثمنه. يعطيك مثلا الرأس إلا خده، في عالم ما بيحبوا يأكلوا الرأس، في عالم ما بيحبوا يأكلوا رأس الخروف مع أنه طيب والله، خصوصا لسانات. يعني مين بيعرف يساوي قشه؟ في عالم سبحان الله بيحبوا يعني الأكل الرأس هنيك، خصوصا المخ تبعه. ايه فما حبيت مثلا انت ممكن انه تبيعه، قديش طلع حقه مثلا؟ تمام، تصدق بثمنه. هي رواية عند الإمام أحمد أن الإنسان إذا كان عم يعق فبإمكانه بس بالعقيقة يبيع الجلد والرأس ويتصدق به، ويستحب إعطاء القابلة من العقيقة. يستحب من الداية تعطي للداية شوي من العقيقة عند منك، أعطيها فخذ تستاهل. بما في مراسيل أبي داود أن النبي قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين أن يبعثوا إلى القابل برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسوا منها عظما. يعني تبعت القابلة برجل بعتوا له. فيكون الفرق بين العقيقة والأضحية أنه يسن طبخ العقيقة ويستحب ألا تكسر عظمها، والله درس رائع، وأن تهدى القابلة رجل العقيقة نيئة غير مطبوخة، مو تطبخ لها اياها تعطيها، هي بتطبخها، لأن فاطمة رضي الله عنها فعلت ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم. الله يبارك فيكم، حياكم الله. المبحث الثاني هو أحكام المولود، إن شاء الله بكرة نتحدث به إن شاء الله مثل الوقت أو أبكار. نحن صرنا ساعة ونصف، قبل بساعة تقريبا إن شاء الله. أنت هلأ بإمكانك تفعل زر الجرس عند منك هونيك، فوت على اسمي تعمل متابعة لألي، وفي جنب مني بيكون في جرس بس عليه بحط الإشعارات الكل، أول ما أفتح أنا مباشرة بيجيك إشعار أنه أنا فاتح لايف، بتفوت بتتابع. يعني ليش ما يعطي والناس
تبيعه تخلي بكيفها يا شيخ، ما يجوز. ليش ما يعطي والناس تبيعه؟ شو بده يعطي تبيعه؟ لا، مساوي وليمة بياكل من طعم الناس كلياتها، بس ببيع الراس والجلد بالعقيقة. نحن نحكي على العقيقة، مو ولا يروح تعملوا لي انه عم نحكي نحن على الأضحية. الأضحية ما بصير تبيع منها، انه هي وقف الأضحية ما بصير تبيع منها ولا شيء نهائيا، حتى اللبن تبعها اذا كانت ولدانة وفي بضرعة لبن، بتجيب مي وبتقعد تنضحه بالمي البارد حتى يعني يتقلص. طيب اذا كان هذا بيسبب ضرر لها، لا بتحلبه تمام وبتتصدق بهذا، اقصد الجلد. الجلد بتبيعه بالعقيقة وتتصدق به. ما نعطي اجرة اللحام نحن، لو هي اجارك، لا ما بصير. الله يبارك فيكم جميعا. معناتها بكره درسنا اخواني الكرام على احكام المولود، وهي كثيرة اهمها ما ياتي. بكره والله درس حلو، اتمنى من كل الناس يتابعوا هذا الدرس ويستفيدوا تمام. وجعل الله هذا الدرس في ميزاني وميزان حسناتكم باذن الله، وميزان كل من كبس وشارك ودعم هذه القناة. الله يبارك فيكم، حياكم الله. عنده اي سؤال يسأل، معكم 5 دقائق وبعد ذلك نغلق البث. فالجو حار ما شاء الله. الله يرزقنا بمكيف، قولوا امين. الله يرزقنا بمكيف لنكيف. اذا حدا عنده مكيف صحراوي هيك يعني جميل بيبرد، حدا يقلنا عليه ما في مشكلة. شوفي عندي ولدين بالزور بيقوموا على الصلاة، كبير عمره 14 وتأتيه 13، كيف خليهم يلتزموا؟ هذا سؤال يعني جيد وجميل جدا. هذا سؤال جميل جدا بالنسبة لموضوع انه عندك اولاد وما بفيقوا على الصلاة، مشكلة كبيرة. يعني ممكن انه انت تحفزهم شوي شوي انه يفزوا على الصلاة. ممكن انه نقول لهم شو يكون نروح نصلي الصبح مثلا بجامع الفلاني، وبعدين بدنا نروح ناكل بوجه كمثال، يعني بالجنينه الفلانيه. شو رايكم نروح نصلي الصبح، بعد منا نطلع نروح على نركب بالباخره ونروح لمكان الفلاني نصلي الصبح، الجو بيكون حلو وما بيكون في شوب. يعني كمثال عم نحكي نحن، يعني امثله كثيره جدا. شو رايكم مثال هذا، يعني انه بكره مثلا اللي بيفيق على صلاة الصبح بكره له عندي مني مفاجأة جميلة، نعطيه مثلا شو اسمها هي الموضة، ميكادو. ميكادو هيك في نحن. اذا هلا بيقولوا لنا فز ولا منفز نحن، شو اسمها هي؟ ماجنو. له عنده وظايا ماجنو له، هي خصيصا له. يعني كثير له عندي هدية، ولو كان عمره 14 سنة كذا، أنت يعني من صغرهم ما درت بالك عليهم. إذا يعني سواء كنت الأب أو الأم، أنتم ما درتوا بالكم على أولادكم من لما كانوا صغار، من لما كان عمره 7 سنين، كان مفروض على كل وقت صلاة تخليهم يصلوا، لأنه بتجي صلاة هي عادة بعدين. انا احيانا بغيب عن البيت برجع بقول لابني، بقول له صليت المغرب؟ اللي صليته اللي صليته. ليش؟ لانه ما عاد صار لحاله يعرف انه في صلاه قدام وشد لازم يصلي. احيانا بيتاخر تلاقي نقصه شيء، يعني بيعرف انه خلص نقصه شيء كذا يعني. فلذلك شوي شوي يعني بتلاقيهم بلشوا يرجعوا، بامكانك تكسبهم من هلا او تكسبيهم من هلا. يعني في كثير اشياء جميله مثلا انه نخليهم يصلوا. والله يهدينا ويهديهم ان شاء الله، يعني في ميزان حسن. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يهديهم بهذه الايام الفضيله. اسم الدعاء مستجاب هلا في هذه الايام، نسال الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهدايه. ان الصلاه اهم شيء، اهم من اكلك وشربك الصلاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن حط له مثلا موبايله منبه، وقبل ما ينام هو نام حط له منبه
بعيد عنه منه ورنة يعني تكون مسموعة مشان البيت كله يفز والجيران كلها تفز. ايه الله يرحم والده خلك انا صوفيان. روح اسأله، روح اسأله اخي الكريم، هلا هو في القبر موجود، عرفت شلون؟ قدام قبره هنيك واسأله هل كنت صوفيا ام كنت سلفيا ام كنت حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا جل ما يأتينا من الأسئلة. زلمة انتقل إلى رحمته تعالى، صار عند ربه، شو بدك إذا كان صوفي ولا كان شو ما كان؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى سوف يسألك يوم القيامة حيقول لك ما كان منهج الشفتح الصافي؟ حتقول له يا ربي أجابني ابنه ما بعرف يا سلفي يمكن يا صوفي، ما تسأل ما حتفضى، والله ما حتفضى، والله عند منك أشياء ستسأل على الصغيرة والكبيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن عجيب هذه الأجوبة. لم أغلط معك ولم أخطئ السؤال ولا أنا ما أخطأت معك. قلت لك روح اسأله. أنا شو سبيتك مثلا؟ ما سبيتك. قلت لك روح اسأله، ما في شيء. شو قلت لك أنا؟ هل أنا أسأت إليك أو أنزلت من قدرك أخي الكريم؟ أعطيك العنوان، عند جامع سعيد رمضان البوطي، أنت أقرب اسأله. أنا سألته، أنا بعرف شو الجواب، لكن أنت روح اسأله. جاي يا زلمة تعرج بحالة الكرساحين يا ابني، كلاتنا عم نعرج هون، جاي تعرج معنا يعني؟ الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يبارك فيكم جميعا، نحبكم في الله. كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالعافية.